عبر سكايب من لندن المحلل الاقتصادي محمد حيدر. أهلا بك أستاذ محمد. كثير من الشائعات والتحليلات التي متضاربة بعضها حول أوبك ومسألة استهداف النفط الصخري، هل فعلا الولايات المتحدة هي أكبر المتضررين والخاسرين من تدهور أسعار النفط، أم الكل متضرر وإن بنسب مختلفة ومتفاوتة؟ لا، الولايات المتحدة الأمريكية هي مستفيدة ومتضررة بنفس الوقت. هي مستفيدة من جهة من تراجع أسعار النفط، ومتضررة من ناحية أنه عدد من الشركات التي تنتج النفط الصخري لأنها لا تستطيع أن تتوأم مع الأسعار الموجودة في السوق. لكن المتفق عليه أنه كل الدول المصدرة للنفط هي الخاسرة بهذا الأمر، لكن من أشعل حرب الأسعار في السوق؟ البعض يحاول أن يلقي باللائمة على الفيروس كورونا. طيب، فيروس كورونا بدأ في بداية كانون الثاني من هذا العام، أو حتى في ديسمبر. الإجراءات التي تمت في منتصف يعني شهر شباط. حرب الأسعار بدأت في شهر آذار. إذن من الذي بدأ حرب الأسعار؟ لا يمكن لوم السوق. نعم، هناك عوامل ما بين العرض والطلب، وهذه آلية حقيقية موجودة، لكن لم يكن هناك سياسة حقيقية واضحة من بداية الأمر تفيد بأن هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح. أما فيما تحدث عنه ترامب بأنه يمكن هناك أن يكون اتفاق لخفض العرض بين 10 مليون برميل و15 مليون برميل، هذا أمر فيه استحالة. نعم. إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة مصدرة للنفط، هي دولة نعم. مستوردة وعندها الكفاف الآن. نعم. لكن أشكرك. لماذا؟ نعم، وضحت الصورة. أشكرك محمد حيدر المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.